أهلا بكم مشاهدين الكرام متابعي قناة عمان الثقافية إلى نشرة أخبار الثقافة، وهذه أبرز العناوين. مؤتمر دولي بمسقط يبحث الحماية القانونية للبيانات الشخصية على شبكة الإنترنت. النادي الثقافي ينظم أمسية شعرية في ولاية خصب. اختتام ملتقى الأصايل الثاني لركض عرضة الهجن بولاية صحم في محافظة شمال الباطنة. أهلا بكم. بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجال البيانات الشخصية من مختلف الدول العربية، افتتحت أعمال المؤتمر الدولي للبيانات الشخصية بمسقط الذي يهدف إلى حماية البيانات والخصوصية على شبكة الإنترنت من خلال مشروع في دور المراجعة واستكمال الإجراءات القانونية. رعى الافتتاح مع السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط. نظم النادي الثقافي أمسية شعرية في ولاية خصب، شارك فيها عدد من شعراء المحافظة والمهتمين بالشعر والأدب. بهدف دعم والارتقاء بالشأن الثقافي والإبداعي من خلال برامجه وأنشطته المتنوعة في عمان، وذلك عن طريق المحاضرات والندوات والمهرجانات في كافة المجالات الثقافية والفكرية والعلمية والفنية. في هذا الإطار جاء تنظيم النادي الثقافي للأمسية الشعرية في ولاية خصب. طبعا هذه الأمسية الشعرية بالتنسيق من ضمن أجندة النادي الثقافي بأننا نقيم فعاليات في بعض المحافظات، يعني هذه الأمسية هي تأكيد التفاعل بين النادي الثقافي وبين المثقفين في أي محافظة من محافظات السلطنة. الأمسية الشعرية أحياها الشاعران طلال النوتكي وخالد الملا، وقدم بعض من إنتاجهما وأبداعهما الشعرية الذي لاقى الإعجاب والتفاعل من قبل الحضور، خاصة قصيدة النبي التي امتدح فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي قدمها الشاعر جمال الملا بصورة شعرية فريدة. وشق في الطور دربا ضائعا ومضى في هدأة، واستباح السفح والسندى. كما قدم الشاعر طلال النوتكي عددا من نصوصه التي اتضحت خلالها شاعريته في محاوراته مع الوجوه والمياه والجبال التي احتضنته في شرقية عمان. الحب أن تنمو فراغا ولا تخاف، لا تخاف أن تضل بعد الهدى، أن توصل الليل إلى بيته وتشعل الشمس له موقدا. ولاية خصب هي ولاية مهمة وجدا من جميع النواحي، وأن يقوم النادي الثقافي بأن يعني يوليها هذا الاهتمام الكبير من الجانب الشعري والأدبي، لا شك بأن في ذلك يعني أثر كبير على أهالي هذه الولاية. الحمد لله كان التفاعل جيد من الحضور، والقصائد كانت أيضا منوعة أو متنوعة، وكانت يعني مختلفة القوالب حتى مختلفة الطول. وبهدف نشر الوعي الثقافي ودعم الكتاب والمثقفين في محافظة مسندم، التقت الدكتورة عائشة الدرمكية رئيسة مجلس إدارة النادي الثقافي وبعض أعضائه، سعادة السيد محافظ مسندم وبعض المسؤولين والمثقفين في المحافظة، وتمت مناقشة التفاصيل النهائية لإنشاء فرع للنادي الثقافي في محافظة مسندم، ليكون بذلك أول مكتب للنادي يتم إنشاؤه على مستوى السلطنة. عدد من الأهداف نشدها النادي الثقافي من خلال هذه الزيارة الثانية لمحافظة مسندم، لعل من أهمها هو فكرة إنشاء فرع للنادي في المحافظة، وكذلك تفعيل الحراك الثقافي في المحافظة من خلال تنظيم هذه الأمسية الشعرية. من ولاية خصب محافظة مسندم نجم بن عبد الله الشحي. للحفاظ على الموروث العماني الأصيل وبمشاركة ملاك ومضمر الهجن الأهلية من محافظتي الظاهرة وشمال الباطنة، أقيمت في ولاية صحم فعاليات ملتقى الأصايل الثاني لركض عرضة الهجن. رعى حفل الملتقى صاحب السمو السيد فهر بن فاتك بن فهر آل سعيد. أخبار الثقافة مستمرة معكم من قناة عمان الثقافية، وتتابعون فيها بعد قليل. السلطنة تشارك دول العالم الاحتفال بساعة الأرض.